كما قلت لكم على الدورة الأولى للصالون الدولي للسياحة الصحراوية اللي والوحية تحت شعار السياحة المستدامة والمسؤولة. أكثر تفاصيل، سعيدة جدا باستقباله ديما يمدنا بكل تفاصيل. شكرا لي سيد أحمد بالطيب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار، مرحبا بك. مرحبا. شكرا ليك. الحقيقة فرحنا برشا كي شفنا الدورة الأولى للصالون الدولي للسياحة الصحراوية والوحية اللي تقام تحت شعار السياحة المستدامة والمسؤولة. خلينا نعرف معاك أكثر تفاصيل بخصوص فعاليات الصالون، تفضل. هو اليوم احنا هي عملية ترويجية خاصة باش نحكيه على السياحة البديلة والمستدامة وخاصة المسؤولة. أيوة. اخترنا احنا الواحات والصحراء مش من عدم، خاطر عندنا محصول كبير برشا، خاصة محصول طبيعي، محصول دمائي، محصول ثقافي، محصول تاريخي، وهذا كما كان يشجعنا، وخاصة الجهة هذه كانت مكوبة بما أنها كانت لسيزون روج. اليوم الصالون هذا صداع كبير برشا، خاصة عندنا 14 ولا 15 بلاد أجنبية من الصين، من كندا، من ليبيا، من الجزائر، من أوروبا الغربية، أوروبا الشرقية، جيرات. دونك فما 14 15 بلاد اللي جاوا خاصة لي تور أوبيراتور تاع الرحلات، وجاوا اليوتيوبر والصحفيين اللي هما اليوم أبهرناهم بالعمل التقني والتقنيات اللي عندهم، وعملنا خدمة جبارة. عملنا نسناو في 300 معنا بي تو بي اللي هما بين توانسة وأجنبيين، كنا فيكتيم ولا جاونا أكثر من 650، وهذا كما كان دعم الدادرة بتاعنا، وخاصة اللي الجهة معنا عندها طابع خاص وليس معنا يحبوا يدخلوا باش يروجوا باش يعرفوا المنتوج حاجة مزيانة. الصالون هذايا كان عنده عدة فقرات، عنده فقرات اللي هي فورماسيون لو بي تو بي، عندنا خاصة عملنا لي بانيل اللي يحكيوا على دور المرأة بالجريدية ولا الجنوب التونسي، الاقتصاد وخاصة في السياحة المستدامة والمسؤولة. كتير هذا الرقمنة اللي هي عامل جبار، واحنا ديجا خدمنا من الاول بالديجيتاليزاسيون بالرقمنة، عملنا بلاتفورم دو ريزرفاسيون، وتبارك الله برشا ناس زاد زيرو فرنسيين ماشي حتى ريزرفاسيون وقبلناهم صدر راحت. ثم نحكيو على طريقة العمل بالنسبه للسياحه المستدامه والبديله، كيف ديفرسيفيكاسيون دو برودوي معناها تدوير على المنتوج، والعامل اللي يمكن شاركنا جميع المتداخلين من المحترف الصغير الى الوكاله الاسفار الى الايواء السياحي الى كذلك ليزانيماتور ولا ليزانيماسيون التنشيط السياحي. اليوم احنا فرحانين برشا خاطر عملنا أفاري، عملنا رهان، ورهان هذايا كدورة أولى ما نجم كان نصبنها، وخاصة فما السيرفيس بريزونس اللي كيف عملنا لي بي تو بي بين ليزارتيزون مع وكالة الأسفار التونسية والأجنبية، وتبارك الله والحمد لله توجناها البارحة سارية اللي هي كيف عندناها الثقة الناس كله وفرحوا برشا، وعملنا سهرية بالكلوتشير اللي هي تبعيها سوسيال الاجتماعية باش بوا نعطيو الصورة اللي هي احنا فيها، وان شاء الله نكونوا اجتهدنا وأصبنا، لكن المشكلة لازم نكملوا خاطر فما العمل السيرفيس بريفونت اللي يصير في أوروبا ولا في البلدان كل في الخارج. ان شاء الله حاجه تفرح برشا كي نشوفوا صالون دولي للسياحه الصحراويه والواحيه اللي الحقيقه فرحنا برشا بشراكه مع عديد الاطراف تنذكرها لكم من بعد شويه. كذلك سيد احمد كما قلت انت على صارت اللقاءات الثنائيه اللي ان شاء الله تكون مثمره بين اصحاب المؤسسات السياحيه والمستثمرين، زيدا اكيد تشجعوا بعد اللقاءات
الحاجات اللي شافوها باش على الاقل يولي عندنا مواطن شغل لاولاد الجهه، غادي على الاقل نعززوا شويه التنميه الجهويه والمحليه. هو هذا الهدف، راهو الهدف كما قلت لك هو هدف ترويجي وهدف اجتماعي واقتصادي، خاصه اليوم الشراكه اللي عملناها تحت اشراف وزاره السياحه مع العمل مع الديوان الوطني للسياحه التونسيه ومع الديوان الوطني للسياحه التقليديه مع لي بارتنير الاخرين اللي هي لي سي دي والجي زد والتربيه وفونداسيون تونيزي اللي دعمت العمل كبير، وخاصه جامعة النزول اللي كانت لها دعم خاص وكينا نضافوا جهودنا مع الناس الكل ما نجموا كان معناها ننجحوا، وخاصه ثم التنظيم والنتيجه اللي شفناها، وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل وان شاء الله الناس الكل يعملوا على المنوال هذا ان شاء الله يكملوا مشوار مع بعض ان شاء الله. هذا اللي نتمناه، وشكرا لك سيد احمد، يعطيك الف الف صحه، مشكور جدا على وكاله الاسفار سيد احمد بالطيب، شكرا لي. هذه الدوره الاولى اللي سجلت مشاركه مئات وكاله الاسفار وعدد من المؤسسات الفندقيه والاطراف الفاعله زيده في القطاع السياحي، الى جانب عدد هام من الاعلاميين التوانسه والاجانب زيده اللي شفناهم، وهذا بهدف مزيد التعريف بالمقومات الطبيعيه والثقافيه والتاريخيه اللي تزخر بها توزر والجنوب التونسي باكمله، تثمين مخزونه الحضاري جعله وجهه سياحية عالمية، هذا المطلوب، تستقطب الاستثمارات وتساهم في دفع عجلة التنمية الجهوية. خلينا نقدم لكم بعض التفاصيل عن الناس اللي حضروا والأطراف زيد اللي حضروا الصالون الدولي للسياحة الصحراوية اللي ينتظم بالشراكة بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية والديوان الوطني للسياحة في ولاية توزر والجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة والجامعة التونسية للنزول ومنظمة تونس من أجل التنمية، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ووكالة الولايات المتحدة أمريكية للتنمية الدولية، كذلك فما برامج زادة قدمت والجامعة الألمانية للسفر. الحقيقة شيء مزيان برشا برشا، تنجموا ترجعوا للفيديو تشاهدوا أصور زادة، تلقاو الارتيكل كامل على الباج فيسبوك راديو كابا فهمه.